بعد الجدل الذي صاحب طبيعة الفوائد الخاصة بالقرض السندي بين وزيري المالية الذي أكد أنها تقسيم لأرباح الاستثمارات أو الممولة بأموال السندات، والخبراء الذين أكدوا أنها رغم خطاب خلف تبقى هذه الفوائد ربوية وقد ترهن نجاحها في استقطاب الجزائريين، يقول أحمد محمودي. بعد أن أثارت قضية الفوائد الربوية جدلاً واسعاً حول جواز التعامل بها شرعاً عند إطلاق القروض الاستهلاكية، ها هو الجدل يعود اليوم بعد إطلاق القرض السندي. إن الشعب الجزائري شعب مسلم، ولما يعرف أو يكون مقتنع بأن هذه الفوائد هي فوائد ربوية، فإن شاء الله تعطي حتى 20 أو 30% ما يجيكش. بن خلفة حاول تدارك الأمر في الوقت البدل الضائع بتأكيده أن فائدة القرض السندي هي تقسيم لأرباح المشاريع الممولة بأموال السندات. والقرض الوطني في صلب هذه الاستثمارات الاقتصادية والتي بها عائد إن شاء الله ستقتسمه الدولة مع المدخرين والمكتتبين، ضامنة لهم خلال 3 سنوات أو 5 سنوات مستوى معتبر من العائد الاقتصادي يفوق مستوى التضخم. تطمينات بن خلفة لم يتقبلها العارفون بشؤون الاقتصاد الإسلامي، مؤكدين أن نسبة الفائدة الثابتة تبقي على شبهة الربا قائمة. كان يمكن للحكومة أن تسميها سندات تشاركية فيها نسبة ربح أو هامش ربح يتغير بتغير الأرباح التي تجنيها المشاريع المستهدفة. هذه المشاريع لها مردودية ولها ربح ويمكن تقدير أرباحها والنتائج المتوقعة منها. دير هذه القروض السندية أو المستندية ودير في المقابل من أراد الصكوك الإسلامية التي تكون خالية من الربا بل يكون فيها هامش ربح وليس سعر فائدة. يبدو أن تحقيق الهدف المرجو من القرض السندي لن يكون بالسهولة التي تتوقعها الحكومة، فكيف ستكون النتائج؟